بالمناسبة يومياً الشيف ميركو دلفيكا بيجتمع بالعمالة في المصنع بمدينة بدر عشان يعلمهم إزاي يصنعوا مختلف أنواع الشوكولاتة بونيسما ويختبروا الخامات وخصوصاً الكاكاو الخام وإزاي يحافظوا على جودة الشوكولاتة وعلى صحة أولادنا وأهمية الالتزام بكل ضوابط سلامة الغذاء في المصنع وبجد نجح في إنه يدرب العمالة ويأهلها بصورة ممتازة. Bah, sicuramente la prima cosa è di riuscire a fornire l'Egitto. Noi la nostra idea è quella di diventare nel corso degli anni, ci vorrà del tempo, però un punto di riferimento importante per la produzione egiziana. Dopodiché tutto il Middle East, tutto quello che sta attorno all'Egitto, quindi tutta la parte altre dell'Africa e poi naturalmente iniziare a lavorare con l'Europa, che è il paese dal quale vengo, dove abbiamo i contatti, dove anche Ayman ha vissuto per tanti anni in Italia, appunto vicino a Milano, a essere diciamo una bandiera dell'Egitto verso l'Europa. المهندس أيمن درويش والشيف ميركو دلفيكا نفذوا مصنع الشوكولاتة الفاخرة بونيسما باقتدار حقيقي في مدينة بدر وخبرتهم في التصنيع مهولة فعلا وبيستخدموا أرقى أنواع الكاكاو في العالم لتصنيع الشوكولاتة الخام وخطتهم اللي جاية فروع بونيسما لبيع منتجاتهم من الشوكولاتة بفكر مختلف. برافو بجد.